ميزة بالآيفون اللي هي الفلاش للتنبيهات. خبروني انتو شو بتفضلوا، تشغلوها ولا ما تشغلوها؟ بتروح على الاعدادات على السيتينجز، بتنزل على تسهيلات الاستخدام، تنزل على صوتي ومرئي، تنزل لتحت على الاخر فلاش LED للتنبيهات، تكبس عليها بيجيك 3 خيارات فلاش LED للتنبيهات بتفعلها بهذه الطريقة. عندك الفلاش أثناء فتح الكفل، أنت بصير يشتغل الفلاش وقت ما تكون فاتح التليفون، أنت لما بيجيك تنبيهات أو بيجيك اتصالات. إذا مش حابب هيدا الخيار فيك تفعل الخيار التاني اللي هو أنت تفعل الفلاش وقت ما بيكون تليفونك صامت. بهذه الطريقة إذا تليفونك ضايع بغرفتك أو هو صامت مكان معين، إذا أجيك تنبيهات عليه أو أجيك اتصال عليه بصير يشتغل الفلاش. هون في عندك خيارين، خيار منيح انه ممكن تلاقي تليفونك هو صامت بمكان انت مضيعه بنفس الغرفة او بالبيت. خيار اللي مش منيح اللي هو السيء، في كتير ناس بتحب تليفونها تعمله صامت واي تنبيهات تجي عليه او اتصالات ما حدا يعرف انه عم يجي عليه. انت قرر شو بتفضل، يا هاي الخيار يا الخيار التاني. جربوهن واعطوني رأيكم فيهن، ولا تنسوا اي شخص عنده مشكلة بالايفون يكتب لي بالتعليقات، وان شاء الله باسرع وقت ممكن حاول رد عليه وحل له مشكلته.